أكدت قيادات وقواعد المؤتمر الشعبي العام في محافظة الجوف ثباتها في مواجهة العدوان ومراميه ومحاولاته النيل من وحدة اليمن وسيادته، وجددوا الالتزام بالميثاق الوطني وثوابته ومواقف المؤتمر الشعبي ورئيسه الزعيم علي عبد الله الصالح، وتعزيز وحدة الصف ومتانة الجبهة الداخلية وترسيخ التكاتف المجتمعي. هذه المرة من محافظة الجوف، أعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام في محافظة الجوف ومديرياتها تنادوا إلى أمسية رمضانية في العاصمة صنعاء بحضور الأمين العام المساعد للشؤون التنظيمية في المؤتمر الأستاذ ياسر العواضي، تعزيزا للاتصال والتواصل بما يسهم في تعميق الإخاء والتلاحم ورص الصفوف وتقوية الجبهة الداخلية. أننا نحن الباقون، ومن هم أعداء الوطن ومن هم وضعوا أنفسهم في زوايا ضيقة من أي طرف كان سيعودوا إلى زواياهم الضيقة. لن تبقى في اليمن إلا مشاريع كبيرة، كل المشاريع الصغيرة ستذوب. مهما تعبنا ومهما صمدنا ومهما ضحينا سيظل المؤتمر الشعبي العام هو الحزب الرائد، هو الحزب الكبير، هو صاحب المشروع الوطني الكبير من أقصى اليمن إلى أقصاه. قيادات المؤتمر الشعبي العام في محافظة الجوف جددوا صمودهم في مواجهة العدوان وتداعياته، مؤكدين الوفاء للمؤتمر الشعبي ورئيسه الزعيم علي عبد الله صالح، امتدادا لتاريخه الحافل بالمنجزات ومواقفه الوطنية الثابتة في مواجهة صلف العدوان ومحاولاته النيل من الثوابت الوطنية المتمثلة بالثورة والجمهورية والوحدة والديمقراطية. جدد العهد والوفاء لرمز الوفاء والصمود الزعيم علي عبد الله صالح الذي نعتز بالعمل تحت قيادته الوطنية الحكيمة التي انحازت إلى جانب الوطن والمواطن والدفاع عن الوطن في ضد أعتى قوى في العالم، وهذا ليس بغريب على المؤتمر والزعيم، بل يأتي امتدادا لتاريخه الحافل من المنجزات العملاقة على جميع المستويات التنموية والسياسية والاقتصادية. المؤتمر الشعبي العام وعبر أمسية قياداته وأعضائه في الجوف جدد التأكيد على وحدة الصف الوطني في مواجهة العدوان وتمسكه بالميثاق الوطني كونه مرجعية الوسطية والاعتدال ووثيقة أجمعت عليها كل القوى الوطنية واستفتى عليه الشعب. نؤكد مرة أخرى باسم الشخصيات الوطنية وباسم الفعاليات وباسم أبناء محافظة الجوف ومؤتمرين وأنصار وكوادر بأننا سنبقى وسنكون حيثما يجب لنا أن نكون وحيثما تأمرنا وتحب القيادة لنا أن نكون فإننا موجودون وسنبقى صامدين. سوف نقف ونتصدى لأي مؤامرات ومخططات تهدف إلى تشتير وتمزيق الوطن وتفكيكه، وسوف نعمل على توطيد دعائم البناء التنظيمي وتنشيط التواصل بين التكوينات القاعدية، وأننا نحيي تضحيات أبناء القوات المسلحة والأمن واللجان الشعبية. المؤتمر الشعبي العام وبقدر حرصه على وحدة الصف في مواجهة العدوان أكد الحاجة لتعزيز السلم الاجتماعي ونبذ النزاعات المناطقية والمثابية والانفصالية، وأن يجسد منتسبوه وقواعده وأنصاره القدوة في التكافل المجتمعي في هذه المرحلة وقيم الإيثار والتسامح، ويعزز التماسك والثبات بوجه ما يحاك لليمن من مؤامرات. أكرم سران، اليمن اليوم. أشهد مجلس